اهو جاي اهو. اهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتنا وحبايبنا. النهارده الجمعة ان شاء الله 28 ابريل، اخر اجازة فير. طبعا في توافد كبير على حديقة النزهة. النهارده احنا بنغير جو كده احنا والعيال. اتمنى ان انتم تستمتعوا معانا بالجولة دي وتابعونا وخليكم معانا. قولوا لي انت عايز تعملي ايه؟ وانت شوشو؟ لا لا، عايز الاسد الاخضر. وهي الثانية يعني نفر ولو شراكة. ترسمي ايه؟ كده فراشة فراشة. تعالى يا شوشو. انتوا عملتوا ايه كده؟ فراشة فراشة. احنا بقى حطينا ايه مفرش العربية كده. بنصورك وبنصور امي وبنصور كل اللي قاعدين. طب بابا في ملاهي. عايزة ايه؟ ملاهي. ملاهي مين دي؟ ملاهي. فين البلاهي دي؟ بص يا بابا بص هناك. اه فعلا فعلا. انا عايزه اركبها يا بابا. عايزه ايه؟ عايزه البلاهي. البلاهي؟ اه. هي اسمها بلاهي؟ تعرف تلف من هنا؟ اه. تروح لف وتطلع البلاهي. ماشي. انت عايزه تروحي البلاهي؟ اه. كده بابا. انا مصوره. الشركه بتقول لي بس. اسمه ايه؟ عشان كانت بتقول لي بس حتى يعني. لا ما تنسيش. عايزه تقولي حاجه للحبايبنا؟ ركزي يا حبيبتي. ايه؟ ما تنسوش تعملوا ايه والبتنجان اللي انت بتقوليه ده؟ ما تنسوش تعملوا لايك للقناه. ماشي يا بنتي. ما تنسوش تعملوا الزرع الزرع. مش هتقدمي نفسك بقى زيكم يا اصحابي اللي انت بتقوليه ده؟ ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا شوشو مبسوطة معانا؟ ده يا جماعة البرج دوت رسم الدخول بتاعه بخمسة جنيه. تطلع فوق ادوار عالية جدا بتشوف الحديقة كلها، ولكن برضو اللي بيخاف من المرتفعات ممكن يجيله فوبيا زي حالاتي كده. انا رجلي خبطت بس بعد كده اتعودت على المكان. بص يا اصحاب احنا كده عند الحيوانات. بص راكبين الملاهي. بص اعملوا لايك واشتركوا في القناة. بس اصبري عليها. عليا انا خاف. انا هتقعدي بس كده يعني؟ بالراحة بقى. ايه يا بابا؟
منتشر العفريت ده. انت كنت فين؟ درس العربي كانوا بيرن عليهم بقى من كان في بس النهارده بتاعهم اللي طبعا ده بيت الزواحف التذكره ب5 جنيه في حد معاه تعبان عملاق بره اهو اتصل بيه كان في واحدة قدام بتتحرك أول واحدة ناديت عليك وأنت مش فاهم تقريبا نعرف ناديت بتتحرك ما شاء الله كلهم Yeah.
خش عايز تشيله؟ عايز تشيله تصور معاه؟ 35 لا هتشيله بس. خش بس كده اديله. امسك خش يلا. شو شو هو 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 لولي عالية يا بنت بصي يلا بصي لنا اهو يلا بياخد حقه منها يا ابني
بص بقى بس انا يلا عليا مع العصايه بقى على كده كده انا بقى الشو ولا كده مش عارفه تمسك العصايه هي بتحاول بقى كتر خير يلا وبعدين الدنيا خد انت بقى خد يا عز سيبها بقى انا دي لما بتيجي تروح بقى دي بقى هو هو قلنا لك هو كله لف بس في تحت في فوق هنا في دوت اللف ومكان هات فيه قدر مين؟ شحنا معنا بيبسي؟ بص القزعة ده يا بابا بص يا بابا بص بص ده بص الولد الصغير كان بيتعارف مع محمد تيجي معانا اركب انا مهند دي لا انا رايح شايف المهند دي انا رايح نركب دي على قدي انا بس استنى عشان تيجي معايا مش خايف بس هو مرعوب وراكب ال سبحان الله حياة زي السمك يعني مبسوط شكله مبسوط بالمية يا أول مرة أنزلها لا مش أول مرة أنزل بس هو شوف بقى ساعة انبساط دي ساعة انبساط
يا ساتر. بابا هو بيعرف يتنفس تحت الميه؟ ايوه بيقعد فتره طويله تحت الميه. ايوه كده اهو فاهم. ايه شكله هيجي لنا من ورا، شكله هيجي لنا من هنا. اهو 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 يا اهو 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 جاي اهو. اهو بص فرحان.